الوادة عايزين الوادة أهلا وكان أبد وزير 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 عايزين الوادة عايزين الوادة عايزين الوادة أنا حنف إسماعيل عبد الحكيم أبو محمد حنف إسماعيل عبد الحكيم من المنيا وابن أديب شهرين مكتوب عند كتيبة 204 دبابات تبع ابن غازي عند اللي هو خليفة حافظ عايزين كلمة من سيادة الرئيس باللواء حفتر يفرج عنهم حربهم لسبب ما أو ما فيش أي سبب كانوا مصفين وجايين على مصر راح خطفوه خدوهم عندهم وحبسوا ما في شهرين وخمس عندنا ولدينا دينهم 75 ابن أخويا وابن عم ومخطوفين محمد حانتي معين عبد الحكيم أبو حسين وعمر فتحي خليل عمر خليل أبو حسين ولاد عم برضه ومن 75 يوم بعتنا لهم 100 مرسال مش راضين يطلعوهم برضه عرضنا عليهم فلوس مش راضين يطلعوهم عرضنا عليهم ناس كده وسط مش عارفين يطلعوهم وبلغنا الحكومه المصريه ان من 40 يوم واكثر ما حد سال وهم في كتيبه 204 دبابات في الفويهات تبع بنغازي وما حد وما فيش مسؤول راضي يرد علينا ولا قال حاجه عليهم مبلغين حتى محافظه المنيا بلغنا وفي مصر وفي الخارجيه وفي كل حته بلغنا وما حدش مسؤول رد علينا لحد الوقت والوقت الحالي يخوف اديك شفت امس بتعطي من المسيحيين دول عامل فيهم ايه؟ امبارح اتكلمت ايه ذنب 21 واحد على سلاح بتاع العرب انت عالميه مدبره يونيفرسال بلان فاينانشال وده عمل بالاندلعيد بالخطر دي مش عصابات دي دول محمد وعمر عند الجيش اللي وفي مش عندي تنظيم الدوله في علاقات بين الشريف في علاقات في علاقات اي هقول لك بعدين في علاقات يعني ارجوك يا سياده المسؤولين اتحرك ارحموا دموع امهاتهم دول واللي ساب وعمر ده اللي ساب عيال مرضوا